واش الخاوة قدوا العيب؟ أم يقولي قدوا وانت ايش عرض حوايج تاع العيب؟ باب الباح شال حوايج العيب وانت أمي شال باب حوايج العيب. أنا اليوم ما حشري لي بابا وانت مو حشري. أنا بابا مش عرش قا حوايج تاع العيب. انت يا جاوي ما شدك شي حوايج تاع العيب. هذا مسكين بابا زوالي ما عندك. أمي لو جا بابا ايش الله يكون شلال. يا ربي واش ندير دوكا؟ خلصت لي سيتي ولا نخلص الماء؟ والله حرت. واش بيك؟ راني زعفان. واش تزعفك؟ صحابي قاع شراو حوايج تاع العيد وانا مشريت. يا ربي رزقني بمال قليل فرح به هاد الولد يا رب. يا سعد من يفرح اليتيم سعد من يفرح اليتيم رضى عليها ربي الكريم رضى عليها ربي الكريم يكون لها أجر عظيم في نهار اليوم غدا عند الله الرحيم يكون مرحوم. سلام لحقنا الله في اعترا فيديو مش رايكم عجبكم هذا الميساج وهذا الجلسة لو كان ديره كامل زير قهت عيد فرحانة. حبيت نقول لكم باللي صح عيدكم وما تنساوش ديروا جام وتابوني ابوني اي ابوني ابوني هكذا عيد فرحانة. سلام.